طبعا توفوا وماتوا في ظل الاحباطات دي، رحلة الإيجابية حضرتك ممكن نبدأ بيها إزاي؟ يعني ممكن ناخد خطوات كده بالراحة مع بعض بحيث نبدأ نركب مع حضرتك السفينة وتقول لنا 1 2 3. حلو قوي. طبعا ما نقدرش نقلل من شأن اللي حصل، ويعني الله يرحمهم، وللناس اللي طردت او اتفصلت عن عملها، يعني نأسف فعلا للموضوع ده. دي حاجات ما نقدرش نتحكم فيها، دي حاجات خارج دائرة التحكم والسيطرة بتاعتنا. فخلينا نبتدي بالنقطة دي، خلينا نبتدي بحتة ايه الحاجات اللي احنا نقدر نتحكم فيها، وايه الحاجات اللي احنا بنستنفد الطاقه الفكريه والطاقه العاطفيه بتاعتنا فيها. فحتى ان احنا دايما هيبقى في حاجات خارج السيطره بتاعتنا، صح ولا لا؟ دايما هيبقى في وباء، وهيبقى في حروب، وهيبقى في شركات بتقفل، وهيبقى في ناس بتنفصل عن عملها، وهيبقى في ناس بتتوفى، صح ولا غلط؟ فالسؤال هو احنا ليه عايزين نكون ايجابيين؟ وانا سالتك السؤال ده الاول عشان الايجابيه ده اختيار. صحيح. عشان كده يعني عشان كده الكورس اسمه اخترت ان اكون ايجابيا، هو مش الموضوع كده ان انا بصحى مبسوط. صحيح. وخليني قبل ما حضرتك تكمل، عشان يبقى ده سؤال اللقاء ده كله، ان احنا بنقول للناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي انتوا ليه فعلا عايزين تكونوا ايجابيين، ويا ريت تكتبوا الكومنتس بتاعتكم، وحتى في اخر اللقاء نحاول نكون انا جمعت الاراء في دي ونسال فيها الاستاذ شريف. اتفضل يا حلو باشا. حلو. فخلينا نبتدي بالمقولة بتاعت مولانا جلال الدين الرومي، اللي هو قال: بالأمس كنت ذكيا وأردت أن أغير العالم، أما اليوم فأنا حكيم وقررت أن أغير نفسي. الموضوع ده مهم جدا إن احنا نبقى عارفين إن رحلة الإيجابية فيها تحديات عقلية وعاطفية وجسديه. يعني احنا لازم ان احنا نبقى فاهمين ان احنا في حته العقل، في مثلا احدى التحديات اللي هي في العقل حاجه اسمها التحيز السلبي. اوكي؟ التحيز السلبي. السلبي، تمام. احنا كبشر للاسف متبرمجين ان احنا دايما نبص على الحاجه اللي مش مظبوطه، الحاجه الغلط، الحاجه اللي محتاجه تتصلح. دي البرمجه بتاعتنا. يعني خلينا اديك مثال. لما انا صغير كنت شاطر جدا في المدرسه، كنت شاطر جدا يعني، بس كان في مادتين ما كنتش شاطر فيهم. تمام. فكنت بجيب التقرير بتاع المدرسه لاهلي، بوريهم ال 12 ماده اللي انا ناجح يعني بامتياز فيهم. تمام. شفت انت بتضحك ازاي؟ عشان انت عارف. والمادتين اللي انا مش حتى ساقط فيهم، يعني جايب فيهم مثلا 60%، يقول لك ايه ده؟ انت ليه ما عملتش كويس؟ صحيح. حلو. فخلينا نتفق ان احنا اول حاجه صوابع ايديك مش زي بعض، انت مش هينفع تبقى كويس في كل حاجه. اوكي. فحته التحيز السلبي دي، اوكي، مهمه جدا ان احنا يبقى عندنا 3 حاجات عشان نقدر فعلا ان احنا نبقى ايجابيين. اول حاجه هي الرغبه ان احنا نبقى ايجابيين اصلا. انا فاعل، انا مش مفعول به، انا شخص عندي العزيمه وعندي الموارد وعندي الثقه وعندي الرغبه ان انا اكون ايجابي. دي اول حاجه. تمام. تاني حاجه حته الوعي الذاتي. ان انا ما بقاش في عجله كده قاعد كل حاجه بتاثر فيا، وانا زي ما بنقول سب كونشس، مش فاهم العوامل اللي حواليا دي والعناصر اللي حواليا دي بتحركني ازاي. لازم يبقى عندي الوعي الذاتي دي عشان اكسر الحته دي. ثالث حاجة هي بقى التمرينات اللي هنتكلم فيها والنشاطات اللي هنتكلم فيها اللي تبتدي تساعدني ان انا 1 اتغلب على تحديات العقل، 2 اتغلب على التحديات العاطفية، 3 اتغلب على التحديات بتاعت الجسم والجسم الجسد. يعني احنا يا استاذ شريف لو قلنا كلمة او سؤال ان في تحديات بتواجه الايجابية وكانها هي دي المعوقات، هي دي ال3 تحديات اللي نقدر نوصفهم كده؟ نقدر نتكلم في حته العقل، نقدر نتكلم في حته العاطفه، ونقدر نتكلم في حته الجسم او الجسد. حلو قوي. طب خلينا نخش بقى بعمق اكتر، نمسك العقل الاول. يعني حلو. كان في كلمه كده بيتقال لنا الاول ان لما من ضمن الحاجات اللي بتوقع اي بني ادم ان المشاكل بتكتر فوق دماغه، الكلمه كده بالبلدي يعني.
طيب بيقول لك عشان تحلها وتبقى ايجابي لازم تقطع المشاكل كده وتجزئها وتفكر في كل واحده لوحدها، الامور هتبقى ابسط بكتير. تمام. فتعالى نفكر العقل بيبص ازاي للمواضيع دي في الحياه والتحديات اللي بتواجهه، وازاي يبقى فعلا في تمارين او في اسلوب ازاي نخرج بره الاحباطات اللي بتواجهنا. حلو قوي. يبقى احنا اتكلمنا اول حاجه على التحيز السلبي، ان تمام. احنا لازم نمسك نفسنا، لازم يبقى عندنا الوعي الذاتي ان احنا نشوف نفسنا على طول، ان هو رد الفعل اللي احنا متبرمجين عليه ده، ان احنا على طول بنبص على حاجه ونقول لا دي حاجه مش مظبوطه، نرجع ونبتدي نقدر ونبتدي يبقى عندنا حته ان احنا نبص على الحاجه الكويسه في حياتنا، نبص على الحاجه الكويسه في علاقاتنا، نبص على الحاجه الكويسه في شغلنا. فدي حته ازاي نكسر موضوع التحيز السلبي. ماشي. تمام. تاني حاجه بيسموها الحديث الذاتي السلبي. كلنا عندنا الصوت اللي هو الشخص اللي بيكلمنا جوه العقل ده. السؤال اللي انا هساله لك وهسال الجمهور، هل الحديث ده حديث بيمكنك ولا بيكسر مقاديفك؟ يعني بالنسبة لي أنا مثلا لا، على حسب يعني، ممكن أوقات وأوقات إذا افترضنا إنه الإجابة كده صح يعني. اوكي. اوقات واوقات. ازاي يبقى عندك، برضه هنرجع تاني للوعي وترجع تاني للمسؤوليه، ازاي يبقى عندك سيطره اكتر على الحديث الذاتي ويبقى حديث ذاتي ايجابي بيمكنك وعارف القدرات بتاعتك وعارف الكفاءات بتاعتك، وزي ما تقول انت بتشجع نفسك، يعني مش هقولها دي احسن طريقه لازم اقولها، يعني انت بتشجع نفسك مش بتكسر مقاديف نفسك. فدي حته الحديث الذاتي. الحاجة الثالثة هي الثرثرة. في عصافير عصافير كتير جوه، في دوشة. في دوشة. اوكي؟ ازاي نكسر موضوع الدوشة ده؟ اتكلمنا احنا على موضوع التأمل اللي هما بيسموه المديتيشن. اوكي؟ ان ازاي انا اقدر حتى دلوقتي كده ان انا الواحد يبقى عنده وعي النفس بتاعه، النفس بتاعه يبقى نفس عميق مش نفس سطحي. ان انا اتنفس من الانف كده بالراحه والنفس بينزل تاني اللي بيوصل للمعده يعني، وبعد كده بيطلع تاني بالراحه، بس ان انا عملت كده لمده 10 20 ثانيه على طول ده بيحس كده بيهديك. فموضوع الثرثره والدوشه اللي في العقل دي بتهدى. ف لازم يعني وجهه نظري من حته العقل، ان حته ان احنا يبقى عندنا وعي على التحيز السلبي ونبتدي ان احنا نتغلب على موضوع التحيز السلبي ده، يبقى عندنا وعي عن الحديث الذاتي السلبي وازاي ان احنا نقدر ان احنا نعكسه بحديث ذاتي ايجابي بيمكننا، ويبقى برضو عندنا وعي حته الثرثره والدوشه اللي في العقل دي، وازاي ان احنا من خلال التامل نقدر ان احنا ايه نهدى شويه وما يبقاش الموضوع فيه الدوشه اللي في الدوشة. صحيح. هو يمكن في هنا، مش عايز اقول ده سؤال، هو تعليق يعني من برنس بكر، بيقول لك على حسب لو واقعي، يعني انا بحاول اقرا السؤال صح يعني، منا الممكن احباطي لعدم توافق الافكار. انا خليني اخد منه الكلام ده، يعني اسمح لي طبعا صاحب الاكونت، انه هل الانماط الشخصيه او الشخصيات واحنا مختلفين عن بعض، وزي ما حضرتك قلت